بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم مشاهدينا في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامجكم ماتشات زمان. ماتشات زمان احنا بنتكلم النادي الاهلي نادي القرن. عشان يوصل النادي الاهلي لنادي القرن ده معناه ان في العديد من الانجازات والبطولات، كل بطوله لها ذكريات كبيره جدا مع نجوم النادي الاهلي اللي من خلالها كان في تضحيه وكان في مجهود وكان في مثابره وكان في يعني استراتيجيات وخطط ودعم من مجلس الاداره، حاجات وحكاوي وحاجات جميله جدا بنفكر فيها مشاهدينا، لان النادي الاهلي تاريخه كبير ما شاء الله، تاريخ 110 سنه من الانجازات والبطولات. النهارده احنا بنتكلم على بطوله من اهم البطولات في تاريخ النادي الاهلي، بطوله افريقيا لابطال الكؤوس في موسم 93. صراحه موسم 93 من المواسم الجميله، النادي الاهلي كان بيقدم فيها كره جميله جدا، وكان في تبديل من الاجيال، ودايما النادي الاهلي في مرحله يعني تبديل الاجيال والاصلاح والتجديد. ومعايا النهارده ضيوفي الكرام، انا هبدا طبعا من ناحيه اليمين كابتن محمد عبد الفتاح نجم النادي الاهلي السابق، منور النهارده كابتن. اهلا بيك، وشرف ليا طبعا ان انا اكون موجود في قناه النادي الاهلي، لان النادي الاهلي ده يعني نادي كبير جدا جدا ونادي عظيم، والواحد شرف لي ان هو طبعا مثل النادي الاهلي، وشرف لي ايضا ان هو موجود في قناه النادي الاهلي. دايما منور بيتك وقناتك كابتن محمد، ايضا واحد من المواهب الجميله كابتن مصر والنادي الاهلي كابتن جمال مساعد، منور النهارده ومنور قناتك وبيتك النادي الاهلي. مساء النور محمد، انا طبعا سعيد ان انا اكون معاك النهارده. احنا بنتكلم النهارده في واحده من اللقاءات المهمه، نادي الاهلي وارسنال ليسوتو. طبعا لما نيجي نتكلم الارسنال من الانديه الكبيره جدا في انجلترا، وفي بعض الدول بتاخد الاسامي من الانديه الكبيره في انجلترا وتبتدي تعمل على نفس الاسم، يعني ممكن تلاقي اياكس كيب تاون في جنوب افريقيا على اسم اياكس امستردام، ولكن في هذه المره هي دوله ليسوتو من الدول الصغيره في شمال جنوب افريقيا، كانت ضمن يعني جنوب افريقيا ولكن استقلت منها، ونادي ارسنال ليسوتو خد اسم نادي الارسنال وعمل هذا النادي. هنتكلم بشكل اوضح على تاريخ النادي الاهلي في هذه البطوله، بطوله من البطولات المهمه اللي فيها العديد من المحطات. افكر حضراتكم وافكر طبعا ضيوفي الكبار بمشوار النادي الاهلي اللي ابتدى المشوار امام بامبا التنزاني بفوز بخمسه اهداف مقابل لا شيء، كان ده في القاهره. حسام حسن جاب هدفين، محمد رمضان، وليد صلاح الدين، وياسر ريان، ثم تعادل في تنزانيا 0-0. وبالتالي هبتدي طبعا بكابتن محمد عبد الفتاح، النادي الاهلي وافريقيا رحله من الكفاح، رحله من المصابره، دايما افريقيا وانتوا يعني رايحين افريقيا كانت لسه بكر، ما بقاش فيه بقى الوسائل الاتصال وما بقاش فيه انترنت وما كانش فيه الكلام ده، ممكن ما كانش يبقى فيه تكييف حتى. فذكرياتكم بقى في السفر كانت اكيد ذكريات يعني ذكريات صعبه. اكيد طبعا، عامه افريقيا طبعا اختلفت تماما عن دلوقتي. افريقيا كانت طبعا ظروف صعبه جدا، الطيران كان صعب جدا، الحياه صعبه جدا هناك، المعيشه، الفنادق، حتى الملاعب، فطبعا يعني كل الاجواء كلها اجواء صعبه جدا. ولكن اعتقد ان الكباتن والنجوم اللي كانت موجوده في الوقت دوت، مش عايز اتكلم على واحد بعينه، ولكن يعني كلهم طبعا كانوا نجوم وكلهم كانوا بيمثلوا منتخب مصر، فطبعا كل الاجواء دي بتتسهل طالما يعني المجموعه اللي موجوده قد المسؤوليه والهدف اللي قدامها. طبعا كانت افريقيا ساعتها كانت لسه في البدايات، والبطوله نفسها كانت بطوله كبيره جدا وبطوله قويه جدا، فكانت اي حاجه او اي عقبات كانت الحمد لله ان هي كانت بتتذلل. طبعا الـ يعني مش عايز اتكلم على الكباتن والجيل ده اللي كان موجود، هو جيل بدايه طبعا جميله، كان في طبعا كابتن شوبير طبعا، كان عندنا كابتن حسام وكابتن ابراهيم، كابتن ايمن شوقي، محمد رمضان، واسامه عربي، هادي خشبايا، دول بقى نجوم يعني الجيل اللي بعد كده، فكان في برضو جيل قديم، وكان في كابتن علاء صالح، لا كابتن اسامه عربي، يعني كانت مجموعه طبعا مجموعه لعيبه كبار جدا. طبعا احنا كنا بالنسبه لهم، ان كنت انا ولا جمال، كنا طبعا بالنسبه لهم برضو لسه صغيرين، يعني هم اللي كانوا برضو بيسيروا المركب، وكان طبعا بيحصل فيه اجتماعات وبيحسسونا قد ايه ان البطوله ديت بطوله قويه جدا. فطبعا كان في عقبات كتيره جدا جدا بتقابلنا، ولكن الحمد لله
في ظل النجوم دول طبعا وفي ظل كان الجهاز اللي كان موجود كان كابتن انور سلامه طبعا وكان الكابتن صلاح حسني، فكان بيذلل اغلب العقبات. ولكن طبعا بقى لما هنبتدي نتكلم هنقول طبعا قد ايه ان كان في بيحصل مشاكل وقد ايه كان بيحصل مشاكل في الملعب وخارج الملعب، ولكن الحمد لله ان هي طبعا. خلينا نبتدي كابتن محمد، هنروح لكابتن جمال. بداية في تجميع الفرقة، أنا داخل معايا ثلاث بطولات في الكؤوس قبل كده 84 و85 و86 وبعدين النادي الأهلي خد دوري أبطال أفريقيا 87، وبقى النجوم الكبار بقى كابتن محمود الخطيب وكابتن طاهر أبو زيد في نجوم خلاص بطلت. دخولكم كلاعيبة شباب داخل منظومة النادي الأهلي بالتأكيد بقى وجود كابتن طارق سليم وكابتن صلاح حسني وكابتن أنور سلامة، بداية الاجتماعات كان الكلام عن إيه في توجه النادي الأهلي أنا عايز أخد بطولة أفريقيا أبطال الكؤوس؟ هي البطولة بتاعت 93 دي كان فيها مشاكل كتير زي ما كان بيتكلم محمد. كان النادي الأهلي ساعتها في السنتين اللي قبليها اللي هي 91 و92 كنا ماشيين وحش في الدوري جدا. نعم. ما كناش خدنا ولا 91 ولا 92 بطولات، وكنا كنا ناهيين، كان مسك قبليها كان مايكل إيفر الفريق، وكنا تقريبا العاشر او ال11. نعم. وتولى المهمه الكابتن انور سلامه، نهينا ساعتها الدوري الرابع. طبعا دي كانت حاجه مش الجمهور مش متعود عليها، الناس مش متعوده على ان النادي الاهلي ينهي في الدوري الرابع. بعدها لعبنا كاس مصر لو في اللي هي 92 93، خدنا كاس مصر، فكانت الفرقه كانت بتمر بظروف صعبه جدا، انك انت بتبقى مش ما خدتش بطوله دوري عام وكنت ناهي الدوري الرابع، وبعد كده تنهي تاخد كاس مصر وبعد كده بتخش في افريقيا، فكان في صعوبه جدا ان انت تبقى تاخد بطوله افريقيا. كان كل الكلام ان احنا ازاي نقدر ناخد البطوله دي في ظل النتائج اللي هي ما كانتش كويسه قبل كده. كان كابتن انور سلامه لما مسك القاده الفنيه كان المدربين اللي هو جامد قوي، شخصيه جامده جدا، بيحب الالتزام زيه كابتن طارق زي كابتن صلاح، فكنا ازاي نفكر ان احنا ناخد البطوله دي. كان في الفتره دي كان في تغيير تشكيل في المرحله دي، كان في اجيال موجوده بتشتغل بتلعب، وفي اجيال بتقعد، وفي ناس بتبطل، وفي ناس سنها كبيره وفي ناس سنها صغيره. دي سنها فهي لا هي في الفتره دي بالذات فتره صعبه، ما كانش فيه تشكيل فرقه ثابته. نعم. يعني كان الفتره دي كان في ناس بتقول لك ان في ناس كتيره في الفرقه تبطل، كانت 34 سنه ويعني كان سنها كبير، فكنا بنمر بظروف ان احنا ان ازاي ناخد البطوله بتاعت افريقيا دي. زي ما حضرتك قلت ان اول ماتش كنا كسبناه 5، بعد كده تعادلنا 0-0 هناك، ودخلنا على الماتش بتاع يعني انا عايز اسالك كابتن جمال، اول اجتماع مثلا ما بين المدير الفني كابتن انور سلامه ومعاه كابتن صلاح حسني كابتن طارق سليم، لان في هذه الفتره تم تغيير مجلس اداره النادي الاهلي وجاء كابتن صلاح سليم مره اخرى وشعار الاهلي فوق الجميع، وانا داخل بقى بطوله افريقيا بستعيد هيبه النادي الاهلي مره ثانيه، بستعيد شخصيه النادي الاهلي مره ثانيه، وبعمل مرحله احلال وتجديد، ودي من اصعب الحاجات في كره القدم ان انا اعمل احلال وتجديد وفي نفس الوقت بنافس على بطوله. كان اول كلام ما بينكم مثلا في اوضه اللبس كان ايه؟ هو الكلام كله احنا خلصنا من بطوله الدوري ودخلنا في بطوله افريقيا، كان الكلام كله ازاي ان احنا ناخد بطوله افريقيا. طبعا انت عارف ان بيبقى في لعيبه كبار في اجتماعات، كنا على طول لاحمد شوبير، كابتن محمد رمضان كان موجود ساعتها، كابتن احمد شوبير، حماده صدقي، كان في ناس كبيره في الملعب، كنا على طول بنعمل اجتماعات، كابتن اسامه عرابي، كنا على طول اجتماعات عشان احنا ازاي ناخد البطوله دي. طب احنا معانا على الهاتف الجناح الطائر اللي هي النادي الاهلي كابتن ياسر ريان. كابتن ياسر مساء الخير. مساء الخير يا كابتن محمد، عامل ايه؟ اخبارك يا كابتن ياسر؟ معاك كابتن جمال ومين؟ معايا كابتن محمد عبد الفتاح ومعايا كابتن جمال مساعد. كابتن جمال وكابتن محمد. مساء الخير. كابتن ياسر عامل ايه؟ طيب يا جمال. كابتن ياسر احنا بنتكلم على بطوله من البطولات المهمه جدا في تاريخ النادي الاهلي ابطال الكؤوس 93، وكنت حضرتك لسه داخل النادي الاهلي جديد
وكان النادي الاهلي بيمر بمرحله احلال وتجديد في العديد من العناصر، في عناصر كبيره كانت ابتدت خلاص بتخلص وعناصر الشابه اللي ابتدت تخص مره ثانيه. ايه ذكرياتك مع هذه البطوله لان دي بطوله صعبه؟ لا يعني هي البطوله كانت بطوله احنا بدانا في ماتشات كتير منهم زي ما حضرتك تفضلت الكلام، كان في البطوله دي كان بدان، كان في ارسنال لسوتو، بعد كده المريخ السوداني، وفي فرقه من نيجيريا كانيمي ووريرز، قابلنا فرق كتير جدا في افريقيا، وفي النهايه طبعا قابلنا افريقيا سبور. فدي كل دي كانت ماتشات بالنسبه لنا، كان كل زي الوقت نظام المجموعات ده كان كل مباراه ممكن تخرج منها تطلع على طول. نعم. فكانت المباراه زي ما انت تفضلت برضه اتكلمت، كان في تسجيل وتحليل في الفريق، في لعيبه كتير جدا معاهم محمد عبد الفتاح وياسر ريان والله يرحمه احمد فتحي، في مجموعه كبيره جدا 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 كبيره قوي كانت موجوده في النادي الاهلي. نعم. والحمد لله كان الناس دي عملت انجاز مش انتداب وبس، فكانت بطوله من البطولات اللي هي لها ذكريات كمان، وكمان وخاصة في المباراة النهائية كانت المباراة في افريقيا سبورت، كانت مباراة انت عارف تعادلنا معاهم هناك 1-1 ايوه نعم 1-0 ضربة جزاء كابتن عادل عبد الرحمن، فكانت الامور كلها كانت البطولة ممتعة. لكن اللي حدث اللي ظهر لي بس في المباراة دي كانت بامبا التنزاني، كسبنا البامبا التنزاني هنا 5-0. نعم. كان اكتئابنا الماتش اللي هناك كان يوم عيد، والكابتن انور السلامة ريحنا في المباراة ده على اساس احنا كان عندنا ماتشات دوري كانت اهم خلاص. نعم. عدينا المرحله ده، فحب يدي للناس اللي هي ما كانش ايه بتشارك بصفه مستمره يعني. نعم. لكن برضه معاك الكابتن كمال وكابتن محمد عبد الفتاح كانوا نجوم موجودين في الفتره دي، والناس مثلت النادي الاهلي، وطبعا من اللعيبه اللي كان لها دور كبير جدا، بس انت عارف في الوقت ده كان درس في الاحتراف اللي راح هنا واللي لعب هنا، فكانت كلها كانت لعيبه احنا انت عارف ان احنا مكملين لبعض يعني. بالتاكيد. بس كابتن ياسر في السفريات وخاصه سفريات افريقيا، مين اللي كان يعني بيضحكوا كده بيطلقوا بره مود التنشنه في السفريات دي غير كابتن عبد الجليل؟ انا اكيد كابتن عبد الجليل كان بيضحك. لا كابتن ايمن شوقي طبعا. ايمن شوقي ايمن وبدر رجب كان موجود. نعم. يعني كابتن ايمن شوقي يعني الناس اللي هي كان جبت الدم ما حصلتش يعني، وده كان اللي يعني انت عارف هو احنا بنفصل بين تركيزنا في الملعب وبره الملعب. بالتاكيد. في الملعب طبعا احنا تلاقينا ناس ثانيه خالص، بره الملعب تلاقينا اللي بيضحك اللي تلاقيه دمه خفيف، فكان يعني بعد كده برضه في علي مرجع على فترات برضه كان من الناس اللي بتحب تضحك فيه برضه. شيرحان عبد العال. شيرحان كل فتره كان بيظهر حد كده تلاقيه من اللي هو قول له شيرحان طلع قدامه رهيب على فكره. قول له انت يا كابتن محمد. يا كابتن ياسر نسيت كابتن مشير حنفي. مشير حنفي بس انت بتتكلم عن ناس كمان اللي هم ممكن يتنشنوا معاك بس ممكن تضحك، عصام ابراهيم كابتن عصام وكابتن ابراهيم حسن من الناس اللي كانوا بيتنشنوا بس انت ممكن تضحك على طريقتهم وتصرفاتهم مش مضحكه، بس هو تلاقيهم ممكن يخلوك تقعد تضحك وهم في الاخر يقول لك انت بتضحك على ايه؟ في ناس قابلتنا كتير قوي يعني. بالتاكيد ذكريات جميله وبطوله من البطولات المهمه. كابتن ياسر ريان الجناح الطائر للنادي الاهلي في فتره التسعينات، بنشكرك شكرا جزيلا، ان شاء الله تبقى معنا في حلقات مقبله. هرجع تاني ليك كابتن محمد. انا عايز اكمل بس حته للكابتن جمال، ان احنا المجموعه دي يعني احنا كنا مجموعه كبيره في الفتره دي اللي هي بتاعت احلال وتجديد، كان ماشي من النادي الاهلي في السنه ديت زي ما جمال كده قال انه يعني نجوم كبيره جدا زي كابتن طاهر. نعم. كابتن طاهر ابو زيد، كابتن طاهر ابو كابتن علاء مايقول، كابتن ربيع ياسين. نعم. الكابتن كان الكابتن محمود صالح. فطبعا لما المجموعه دي مشيت وكنت انا لسه بقى كنت انا جاي من نادي النصر، وكان الكابتن ياسر والله يرحمه كابتن احمد فهمي، وكان نعم. من يعني لا وكان في دخول كمان كابتن وليد صلاح الدين، كابتن هادي خشب، كان بقى المجموعه اللي هي لسه نعم. كان لسه المجموعه الصغيره، فكان في مرحله احلال وتجديد جامده جدا في النادي الاهلي. فطبعا كانت فتره تعتبر فتره صعبه جدا. نعم. لعيبه جديده ولعيبه لسه صاعده او متصعده من 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 قطاع الناشئين، طبعا كانت عشان تتكون المجموعه ديت ويلعبوا بطوله كبيره زي دي كده، فكانت طبعا محتاجه مدرب كبير جدا وعظيم زي كابتن انور سلامه وزي كان الكابتن صلاح حسني اللي كانوا ماسكين في الفتره ديت يعني. طيب في نكمل مع المشوار الافريقي. النادي الاهلي كان بيكسب هنا يعني مثلا الماتش الاولاني فارق 5 اهداف، ماتش ارسنال لسوتو احنا لسه هنستعرض فيه اكتر ما كانش فيه اهداف كتيره، ولكن المريخ السوداني النادي الاهلي قابله في ربع النهائي 2-1 كابتن محمد رمضان وكابتن ايمن شوقي، وده هناك. وبعدين
5-1 في مصر. يعني كنتوا بتلعبوا كرة هجومية، وبيبقى الماتشات اللي على اللي بنلعبها في مصر بيبقى فيها فرق اهداف كبير. 5-1 هادي خشبة، حسام ياسر، رئيس ريان، محمد رمضان هدفين طبعا مع حفظ طبعا الالقاب ككباتن. وبعد كده دخلنا على كانيمي ووريورز النيجيري في نصف النهائي، 3 أهداف مقابل شيء. كان كابتن جمال السيد وكابتن ابراهيم حسن وكابتن محمد رمضان، وهناك كان في تعادل. دايما هناك بتبقى النتيجه صعبه، يعني اما تعادل 0-0 يفوز بفرق هدف، بتبقى الدنيا ما هي سهله خالص في انك تتقدم على الفرق هناك. زي ما انت حضرتك قلت كده، مع الاختلاف بقى كمان، يعني فرق زمان في افريقيا مختلفه تماما عن دلوقتي. فرق افريقيا زمان الاحتراف فيها كان قليل، فتلاقي اغلب اللعيبه اللي هي بتسافر اوروبا كلها منتخبات. يعني انت الفرق اللي انت بتلعبها يعني فرق زي الارسنال، فرق زي الارسنال دي او ارسنال لسوتو طبعا كانت فرق قويه جدا، بدليل ان حارس المرمى بتاعها تبنى صوت بعد المباراه دي تم التعاقد معاه مباشره. نعم. لانه يعني عمل ماتشات قويه جدا، وكان جمال عارف عمل ماتشات قويه جدا، خاصه كمان الماتشين اللي هناك واللي هنا. ففرق افريقيا زمان اختلفت كتير جدا عن دلوقتي، كان اللعيبه اعتقد كانوا بيحتفظوا بيها كويس جدا لغايه سن معين، وبعد كده بيفكروا ان هم يحترفوا بره. نعم. ولكن دلوقتي لا، ممكن يبقى لعيب عنده 16 سنه او 17 سنه بيطلعوه وبيبتدي يطلعوه لاوروبا. فكانت الفرق قويه جدا، فاي فرقه من اللي حضرتك قلتها ديت كانت فرقه قويه جدا. يعني انا لما لعبت بعد كده في المقاولين سنه 97-98 كانت الفرق اقل، يعني كل ماده الفرق بتبقى اقل، لان اللعيبه الافريقيه بتوعهم كانوا بيحتفظوا بيهم لسن معين وبعد كده بيحترفوا بره. فكان الوضع مختلف تماما، فرق قويه جدا في الانديه وفي المنتخبات. نعم. فاي فرقه من اللي حضرتك ذكرتها ديت كان فيها مجموعه لعيبه يعني كويسه جدا. الماتشات اللي هناك تحديدا كانت ماتشات صعبه جدا، عشان الاجواء اللي انا قلت لحضرتك عليها، اجواء صعبه جدا، الجو حر، الرطوبه هناك عاليه جدا، الماتشات كانت بتبقى يعني جماهير كبيره جدا. الفرقه دي بيبقى ليها جماهير وليها شعبيات كبيره جدا بالنسبه لجماهيرها. فزي ما انت حضرتك قلت فعلا، الماتشات لما كانت بتخرج هناك 0-0 ده يعتبر نتيجه كويسه، بتساعدك ان انت وبتهيئك ان انت هنا في مصر بتكسب، وممكن برضو بتكسب بصعوبه، يعني ما كنتش بتكسب مثلا، كنت ممكن تكسب 1-2 في ماتشات بقى، كان مثلا ممكن زي ما اللي حضرتك قلت مثلا ممكن نكسب 5. فكانت الماتشات كلها بتقابلها ظروف صعبه جدا هناك، عشان كده النتائج كانت بتطلع هناك نتائج سلبيه شويه، نتائج الى حد ما اصعب. طب كابتن جمال، في بدايه السفر يعني اللعيبه الكبار طبعا، كابتن احمد شوبير، كابتن اسامه عرابي من النجوم اللي قعدوا فتره، بالتاكيد ايضا معاهم كابتن حسام ابراهيم، ولعبوا دوري ابطال افريقيا ولعبوا ابطال كؤوس قبل كده، كانوا بيتكلموا معاك قبل ما تسافروا؟ لان برضو بالنسبه لك ان انت تسافر تنزانيا، وبعد كده تسافر لسوتو، تسافر بعد كده السودان، بعد كده تسافر نيجيريا، كل سفريه اكيد ليها ذكرى. كانوا بيبقى كلامهم معاكوا ايه؟ طبعا كابتن احمد شوبير مثلا كان بيجي يتكلم معاك مثلا، كابتن جمال لعيب جديد ولعيب كويس، بيديك تحفيز ازاي؟ هو عاده كنا قبل اي سفريه كنا لازم بنعمل اجتماعات مع الجهاز الفني. نعم. وبعد كده بيبقى اللعيبه الكبار، كنا بنقول ان احنا الناس اللي موجوده ان احنا طالعين نكسب، ان ده اول المشوار، لازم نروح نكسب هناك. الناس كلها تركز من النهارده، من دلوقتي، من اول ما نطلع من الاتوبيس نروح المطار. التمرين كنا بنسافر قبلها باربع خمس ايام، التمرين الناس كلها تكون مركزه، ال 18 واحد او 19 واحد اللي طالعين الناس كلها تبقى مركزه، ان الناس كلها هتلعب، ما فيش حد يفكر ان هو ده هيلعب وده يلعب. كنا كل الناس بتطلع مركزه انها تاخد الثلاثه بونت ازاي. الحته الفنيه بتاعت محمد عبد الفتاح اللي انت بتساله فيها، بتقول له ان بتكسب هنا 5 وتروح تتعادل هناك 0. احنا زمان كانت اللعيبه اللي موجوده فكرها احسن من اللي موجود دلوقتي. يعني انت مثلا، انت النهارده عاوز ايه من المباراه؟ انا النهارده كسبان مثلا 5، انا عاوز ايه هناك؟ فلو انا شغال بلعب المباراه والفرقه دي انا عارف ان الفرقه دي قويه جدا وبتهاجمني، فبدافع عشان ما تجيش فيها جول. يعني انت رايح راسم لنفسك سيناريو كمن ناحيه فنيه، ان انا رايح هناك باخد افضل نتيجه ممكنه. يعني انت النهارده في فرق واجي هنا اكسب، في فرق بتيجي النهارده تلاقي بتبقى مثلا كسبانه في ملعبها. نعم. كسبانه في ملعبها وتروح بره تكسب، عاوزه تكسب بالظبط،
ودي تبقى مشكله. فدي بتبقى مشكله. وفي فرق خسرت من كده كتير يا جماعه. كتير. يعني فرق نادي الزمالك بعدين ما كانش فيه نقط، يعني انت هناك الكسبان يعني رايح جاي. فكر، انا قصدي فكر يعني استاذ محمد، فكر المدرب. نعم. فكر المدرب زي ما جمال كده، واللعيبه نفسها اللي جوه انا عايز ايه من الماتش. يعني انا والعكس بقى، يعني مثلا لو انا عملت نتيجه هناك مثلا زي ما انت حضرتك قلت نتيجه سلبيه او 0-0 او 1-1، دي بالنسبه للفريق يا جمال لا نتيجه كويسه، لان انا عارف ان انا هنا في مصر هكسب. فكان الفكر بتاع اللعيبه بره كمان الجهاز الفني، عايزين ايه من الماتش؟ انا عايز ايه من الماتش؟ لا للاسف شد دلوقتي خاصه في ماتشات افريقيا، انا مثلا ببقى كسبان هنا خلاص، المفروض ان هناك خلاص، المفروض ان هناك النتيجه محسومه، يعني محسومه هنا لا، ده انا بروح هناك بفتح خطوطي، فبيضطر ان انا بيجي فيا مثلا جون او جونين بيحطني تاني في حسابات. لا كان الفكر زي ما كابتن جمال كده قال، الفكر كان زمان مختلف تماما وافضل بكتير، لان اللعيبه كانت عايزه جوه الملعب، اللعيبه كانت مدربين يعني انا مثلا كنا مره باللاعب المصري في استاد القاهره، وكابتن طارق بوزيت نزل فقال لي جمال لما هاجم اقف ما تهاجمش معايا، هو قال لي عنده رؤيه ان انا عشان ما نضربش المكان ده. نعم عشان ما تبقاش في رؤيه في مدربين. نعم. جوه الملعب ده قيمه اللعيب الكبير بالظبط، ده قيمه اللعيب الكبير، واللعيب الكبير قيمته بتبان في كابتن اسامه عرابي نفس الكلام. لما طلعت من الناشئين كنت بجري سبرنتات على طول، فكان بيقول لي بص يا جمال الكوره لما تكون ناحيه اليمين تمشي مع الكوره، ما تسبقش تشوف الكوره تعمل ايه، عشان انت ما تطلعش من ناحيه الشمال فاهمني وتتضرب ونضرب من الحته دي، لا استنى شوف الكوره هتتلعب امشي مع الكوره واحده واحده. فاحنا كان في مدربين كنا اي سفريه او اي مباراه بنطلعها بنبقى عارفين احنا عاوزين ايه. جوه الملعب ممكن المدرب يفضل يحفظك طول الاسبوع تشتغل ازاي، ويجي في الجول اللعيبه تنسى. لا احنا كلاعيبه كنا موجودين، النهارده انا كسبان 3، طب انا النهارده عاوز ايه؟ اول حاجه اتعادل اطلع 0-0. طب لو دخل فيها جول، في فرق جوه الملعب بتعمل ايه؟ بتهاجم وتنسى وكده، يجي في جول تاني تبص ليه بقى دخل في حسبه ثانيه. احنا بنحسبها الجول الاولاني لو جه ده من الرابع ما جيش الجول الاولاني. طب لو جه الثاني هعمل ايه؟ لا ما اروحش اجيب جول، لازم احافظ ان انا اطلع 1-0. احنا عندنا لسه كلام كتير جدا، ولسه عندنا اخبار، ولسه عندنا ذكريات، ولكن بعد هذا الفاصل ما تروحوش بعيد. نادي الاهلي دايما حديث فحدي. اهلا بكم من جديد مشاهدينا، ونكمل كلامنا ولقاء الارسنال والنادي الاهلي وارسنال ليسوتو في بطوله دوري ابطال طبعا الانديه الافريقيه لابطال الكؤوس. خلينا نقول ان النادي الاهلي خد هذه البطوله في 4 مرات، 84 85 86 اكتساح كبير جدا في الثمانينات لهذه البطوله، وقعد فتره كبيره جدا النادي الاهلي لم يحصل عليها حتى موسم 93. كنت بتكلم مع النجوم الكبار كابتن محمد عبد الفتاح وكابتن جمال مساعد عن ذكرياتهم في هذه البطوله، بطوله مهمه جدا في تاريخ النادي الاهلي. ونادي الاهلي واجه ارسنال ليسوتو في الدور الثاني من هذا او من هذه البطوله. اللقاء طبعا خلينا نتكلم برضو نقول لجمهورنا، لان مفيش حد كتير يعرف ايه هي ليسوتو. ليسوتو هي دوله محاطه بالكامل بجنوب افريقيا، كانت ضمن جنوب افريقيا، ولكن واحد من يعني من الزعماء استقل بذاته وحب يعمل لنفسه دوله، فعمل دوله ليسوتو. هي فيها 2 مليون مواطن، والعاصمه بتاعتها اسمها ماسيرو. النادي الاهلي ذهب الى هناك، ذهب الى المجهول لدوله ما حدش يعرف عنها اي حاجه. وكابتن محمد عبد الفتاح عنده ذكريات كتير جدا من مجرد وصولك للعاصمه، داخلين تلعبوا فريق ارسنال ليسوتو، كان ايه ذكرياتك؟ والله زي ما انت حضرتك قلت احنا كنا داخلين على مجهول، يعني فالمجهول تملي بيبقى صعب، انت لسه بقى بتستكشف ايه الدنيا وبتاع. ف كان جمال يفتكر برضو معايا ان مش فندق اللي احنا قعدنا فيه، يعني فندق امكانيات قليله جدا، كان الجو هناك حر جدا. كان كم دور؟ ها؟ كان كم دور؟ لا مش هنقول يعني، يمكن دور واحد. لو جاب زي شاليهات، زي شاليهات كده، زي شاليهات صغيره كده، ولكن الاوض يعني الاوض صعبه جدا. يعني مش عايز اتكلم في الموضوع ده كتير، لان كان في حيوانات اساسيه، وحيوانات بقى من اللي هي اللي يعني كان فيران ولا حاجات غريبه جدا. فطبعا كان النوم هناك صعب جدا،
فانا كان معايا كان يعني كنا على طول بنقعد في الاوضه مع بعض انا والله يرحمه كان احمد فهمي. فهو احمد من النوع الله يرحمه يعني وبرضه عايز افتكره بكل خير لان هو كان من اللعيبه اللي يمكن جمال عارفها اللعيبه المؤدبه جدا الهاديه جدا فالله يرحمه يعني كان من الناس اللي هي اثرت على الواحد جدا يعني فهو كان بيبات معايا على طول في الغرفه يعني فهو من النوع اللي بيخاف يعني بطريقه رهيبه فيمكن يكاد يكون اليومين الثلاثه اللي احنا قعدنا فيهم يعني في اللي يقال عليه ان هو فندق يمكن ما كناش بننام خالص حياه صعبه جدا كنت وانت نايم مثلا بتلاقي حاجات بتمشي وحاجه وحشرات بتمشي حاجات بتطير فهو طبعا كانت بالنسبه له الموضوع ده مش بالنسبه له بس كان بالنسبه لنا كلنا كانت الدنيا صعبه اعتقد في الفتره دي برضو حاولنا ان احنا ننقل فندق تاني بس ما كانش فيه يعني كانت صعب على كابتن صلاح حسن طبعا كان صعب جدا الاقامه زي ما انت حضرتك قلت كده كان يعتبر انت في مجهول فالذكريات الافريقيه دي بالذات في الفنادق كانت صعبه جدا غير دلوقتي خالص يعني في الملاعب يعني الملعب انا افتكر كان ملعب مفتوح كان جمال جمال بقى هيكمل لك جمال هيكمل لك انا بضحك على كابتن طارق خليل ومحمد سعد طارق خليل برضه ايه اللي حصل قبل السفريه بتاعت تنزانيا كان طارق خليل متدين جدا ما شاء الله فكان محمد سعد يمسك طارق خليل في كل حاجه كان يقول له مثلا ايه يقول له محبة في رسول الله اللي ايه مثلا يلمس الكوبايه دي يا طارق يلمس الكوبايه دي فكان عندنا في الاوضه بتاعت الملابس كان في مروحه نازله من السقف كانش في تكييفات ولا حاجه عشان تطلع لها لازم تجيب سلم فكان محمد سعد يعمل ايه كان يجيب سلم ويطلع على ايه على المروحه دي ويقول لطارق خليل محبة في رسول الله اللي يلمس المروحه دي فطبعا ايه محمد سعد ينزل يجي يطلع مين طارق يروح محمد سعد مشغل المروحه طارق نازل الكلام ده هنا ولا هناك هنا ده قبل السفريه من الحاجات ده اللي فيه واحده ثانيه فنيجي واحنا رايحين طالعين على الاتوبيس فاتوبيس رايحين المطار محمد سعد نفس الكلام لا اتوبيس معدي من قدام النادي راح رايح جري على الاتوبيس محبة في الرسول اللي يلمس الاتوبيس طارق خليل جري ورا الاتوبيس راح لمس الاتوبيس ورجع لما رحنا كنا طالعين للسفريه دي كنا احنا عارفين ان هي صعبه جدا ان مفيش اكل هناك انا كنت لسه هيسال في موضوع الاكل موضوع الاكل هناك بيبقى صعب جدا 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 كان لا بس طبعا زمان برضو زي ما قلت لحضرتك كده كان اصعب بكتير يعني دلوقتي مثلا قول ممكن بتاخد اكل بتاخد معاك شيف مثلا بيطبخ لك هناك والكلام ده كله لا انت بتعتمد هنا زمان ما بتعملش اي حاجه غير انك بتاخد معلبات بس احنا محمد كنا واخدين كان النادي كان مد لكل واحد شنطه فيها معلبات بس في حاجه بقى كويسه حصلت هناك في البلد هناك لقينا واحد هناك اسمه سيرك عاكف سيرك زي بتاع الحلو كده دوت بصراحه خدمنا خدمه العمر غير اللي فرقوا على العرض يعني يكاد اسمه محمد ان احنا يعني قمنا هناك اقامه كامله في طار غدا عشاء ما هناك مفيش اكل طب هو جنسيته ايه؟ مصري كان مصري سيرك عاكف ده معروف ده كان بياخد في لسوتو كان بيروح على فترات بيقعد هناك كان بيلف مثلاً افريقيا هو كلها بيلف افريقيا بالذات وبعديها اعتقد برضه كان سيرك الحلو يعني احنا برضه حضرنا طبعا الدنيا هناك بقى الحيوانات اللي هو عايزها لا 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 حيوان هناك كمان هو كان بياخد المعدات بتاعته والحاجات كلها ويروح يعمل عروض هناك لا بس برضه كان في حاجه جمال كان ليه اخوات كان ليه اخوات بنات يعني هم كلهم كانت عيله واحده وليه اخوات بنات فالاخوات دول هم اللي كانوا بيطبخوا لنا هناك ويعني كانوا بيفهموا في موضوع الاكل والطبيخ والكلام ده كله فعايز اقول لحضرتك حاجه فعلا زي ما جمال قال كده يمكن بسببهم هم اللي يمكن يعني الدنيا بقت سهله سهله غير كده طبعا لان انت هناك بتعتمد على المعلبات انما
اعتقد بقى حصل اتفاق، يعني طبعا اعتقد اتفاق ودي ما بيننا وما بينهم ان هم اللي يطبخونا وبتاع والكلام ده كله، فده سهل حاجات كتير جدا. زي ما ما شاء الله ده بياكل فرقه كامله، ما بياكلش واحد ولا اثنين. كان اعتقد كان الكابتن حمدي بس هناك اللحمه تلاقيها رخيصه لانها كتير يعني. والله بقول لك احنا اعتقد لا هو كان كل حاجه، وكان اكله كله كان جايبه من مصر، يعني احنا كنا اعتبر كنا بناكل اكل مصر مش من بلد. ساعدونا في موضوع الطبيخ دوت والحاجات، وبعدين بقى كنا بنقضي عليه يعني، كنا كل يوم اعتقد كنا بنقضي جمال عندهم في السيرك كله اليوم كامل يعني. حتى هم هناك يعني اعتقد كاب صراحه عزمهم بقى على المباراه وحضروا الماتش هناك يعني. طيب كابتن جمال، محبه في رسول الله كمل لي بقيه الحكايه. ما هو طارق خليل يعني كان طارق في مره كنا بنلعب في تقسيمه كده، كان برده تقريبا قبل سفريه، وجي بصيت لي جنبي قال لي بقول لك ايه، ما تدينيش كوره. قلت له ليه؟ قال لي لسه متجوز امبارح. ولا بقى عزم حد ولا عمل فرح فجاه كده لوحده ولا هو ما كان هو كان هو يحب يلعب، ما كانش بيحب يقعد، كان بيزعل كمان قوي، بيزعل جدا لما كان يقعد، وكان عرفنا انه لا كان بيزعل جدا يا جمال لما ما تبصلوش الكوره او مثلا ما تديلوش الكوره وياخد على خاطره ويزعل منك وبتاع ويقعد يعاتبك يعني. كان لعيب كويس قوي كمان، كان فيرود، هو كان على الجون كان فيرود. فكان بيقول لي انا ما عشان اتجوزت امبارح. قلت له طب ايه يا فندم، ما كنت قلت لنا عشان نيجي الفرح ما عزمش حد فبقول له ليه؟ قال لي عشان لو انا قلت لهم مش هلعب. بيحب يلعب على طول، خبى زياجه عشان يلعب، ما قالش حد عشان يلعب ما قالش للجهاز ان في فرع ولا ان هو اتجوز عشان يتحط في الماتش. وده طبعا روح يعني بتبين ان اللعيب جوه النادي الاهلي بيبقى دايما عنده روح ان هو يلعب واصرار وعزيمه عشان يجيب الفوز. طب نروح للقاء نفسه بقى، الاهلي وارسنال لسوتو. نادي الاهلي كان بدا تشكيله في حرس المرمى كابتن احمد شوبير. كابتن احمد شوبير انا عمال اجيب له ماتشات ما شاء الله يعني، هو متالق فيها والدنيا حلوه جدا الفتره دي. الفتره دي كان يعني كان عامل ماتشات قويه جدا جدا جدا، هو كان فورم عاليه جدا، حتى لما جه اللي هو التبانا سوتو ده فكان جون كويس، بس ما قدرش ان هو يعني يلعب على كابتن شوبير يعني الفتره دي. كابتن شوبير خبره كبيره بصراحه لازم يحقق، وكان برده كان في جون موجود ساعتها برده، كان التالي بتاعهم كان اسمه خالد الضابع. خالد الضابع كان صغير في السن، ما كانش هو كان يعني برده كان قد ايه يعني، كان اصغر كان في الرينج ده بتاعنا احنا يعني برده كان في الرينج، كان برده جون كويس ولكن برده في الفتره دي كان الكابتن شوبير هو يعني. هو صعب موضوع حراسه المرمى يعني، الحارس المرمى بيوصل للبيك او بيوصل للفورمه العاليه بعد 25 سنه، فلما بيوصل للمراحل وخاصه ان كابتن شوبير من العلامات يعني. بس انا اعتقد كان كابتن شوبير في الفتره ديت كان حوالي 29 سنه جمال او 30 سنه، بس كان بيتمرن يعني بطريقه قويه جدا، هو عنده اصرار. هي الفتره دي النادي الاهلي كان عاوز جون يلعب. يعني هو كان النادي الاهلي كان عاوز جون يلعب عشان البطوله، كانت البطوله قويه جدا. فهو لما جاب تبان كان اعتقد هو جاب يعني. لا قبليها كان خالد الضبع، بعد كده تبان بعد الماتش اللي هو بتاع لسودو ده. بس انا برضو يعني بقول لحضرتك ان كان كابتن شوبير في الفتره ديت كان بيتمرن كويس جدا، وكان فورمة عاليه قللت فرص الجونين التانيين ان هم ياخدوا فرصه يعني. هو كان بيقاتل صراحه على مكانه، وكان في حتى ليه خلال الماتش كان ليه كذا فرصه في فرقه ارسنال لسوتو، وواحده منهم الانفرادات شالها وكره ثانيه نزل جابها من تحت يعني، صراحه كان مؤدي نقاط مهمه جدا. وبرده استاذ محمد زي ما جمال قال لك برده كان كابتن شوبير في الملعب قائد يعني يعتبر زي مدير فني. نعم، ودي يمكن بنفتقدها دلوقتي يا جماعه. هو بالظبط كنت لسه اقول لك، لازم حارس المرمى يكون هو المحرك الخلفي للفرقه، هو اللي شايف الملعب كله من ورا. بالظبط يا استاذ محمد، بالظبط يعني الجون عليه عامل كبير جدا، خاصه بقيمه الكابتن احمد شوبير يعني. بالتاكيد اذكر حضراتكم مره ثانيه بالتشكيل: احمد شوبير في حراسه المرمى، ابراهيم حسن، محمد يوسف، هادي خشبه، ياسر ريان، ومحمد عبد الجليل، محمد رمضان، وحسام حسن، اسامه عرابي، وجمال مساعد، وطبعا رحمات الله على احمد فهمي. ده التشكيل اللي ابتدى هذا اللقاء. كان في حاجه
برضو في هذا اللقاء كابتن محمد وكابتن جمال، كابتن محمد يوسف ممكن في بعض الاوقات بيلعب مساك تمام، بس كابتن هادي خشبه وكابتن محمد يوسف الاثنين يلعبوا اثنين مساكين في طريقه اربعه، يعني كانت حاجه جديده، يعني ما كناش بنشوف الاثنين بيلعبوا مساكين. هو اصلا كان هادي كان ليبرو، كان 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 اصلا يوسف كان بيلعب باك ليفت، نعم، يعني كان مركزه الاساسي كان باك ليفت، بس في هذا اللقاء كان بيلعب مساك. كابتن انور بقى، نعم، يعني كابتن انور هو اللي خلاه ان هو يلعب سيرد باك، وبرضه في الماتش دوت كان هادي كان بيلعب ليبرو، يعني كان بيلعب ليبرو في الماتش دي. فزي ما انا قلت لحضرتك كده، دي توظيف مدير فني بقى. انا شايف امكانيات ابراهيم حسن، ابراهيم حسن كان بيلعب سيرد باك، سيرد باك كان بيلعب سيرد باك، كان هادي ليبرو ومحمد يوسف وابراهيم حسن سيرد باك ليفت، الباك رايت والباك ليفت. انا كنت لسه يعني كان فينا جمال واحد باك رايت وباك ليفت دخلوا، وكنت لسه هتكلم برضه في الفتره دي، في هذه الفتره كان في تغيير، وكانوا بيعملوها وعملوها كويس جدا، كويس جدا. لا وعلى فكره بص انا هوريك كوره في وعلى فكره الماتش. وعلى فكره جمال برضو، جمال يعني جمال كنت لسه على جمال، يعني جمال كان بيلعب في كذا مركز، وانت يعني لعبت في كذا مركز، وانا لعبت في كذا مركز، بس انا بقول لك يعني ايه، في يمكن انا بعد كده لعبت انا وجمال في الاتحاد مع بعض، وبرضو كان معانا مدرب، كان معانا مدرب اجنبي، فكان ممكن يلعب جمال ديفندر وكان بيأدي بشكل كويس جدا، بس انا كنت شايف يعني انا يعني كنا بنحس بجمال قوي قدام في الحته اللي هي تحت الراس حرب، نعم قدام، يعني هو كان انتاجه وهو كان من اللعيبه كويسه جدا كمان، لانه كان بيلعب برجلين الاثنين وبتاع، فكان من الحاجات المميزات اللي عنده الحته بتاعت اللي تحت الفراوده اللي احنا بنفتقدها دلوقتي. بالتاكيد كابتن، بس انا برضو كابتن جمال كان في ميزه في هذا الجيل، ان كل واحد لعب في كذا مركز، يعني جمال مساعد لعب في وسط الملعب، لعب ديفندر، لعب قدام، كابتن محمد عبد الفتاح لعب في كذا مركز، ابراهيم حسن لعب في كذا مركز، ادي خشب بيلعب في كذا مركز، ياسر ريان لعب في كذا مركز، اسامه عرابي لعب في كذا مركز، يعني لو جيت بصيت على القايمه كلها، حتى كابتن حسام حسن في بعض الاوقات تلاقيه بيدافع، كابتن ايمن شوقي تلاقيه بيدافع، الناس تحس ان في طبعا كابتن محمد يوسف عشان ما ننساش حد، هي حته اللامركزيه، يعني ما فيش لعيب انت بتلعب باك رايت هتفضل طول السيزون باك رايت، فدي موجوده كابتن. لا ما هي برضه بالتالي دي نوعيه اللعيبه اللي موجوده في الملعب، يعني انت ممكن، انا ممكن اغطي على ابراهيم حسن وهو طالع، يعني انا مثلا بلعب ديفندر، ابراهيم حسن كان بيلعب سيرد باك هو محمد يوسف، ممكن هم الاثنين يزيدوا، انا ممكن ازيد معاه، لا انا بشوف لو ابراهيم زايد هو محمد يوسف بنزل بقف مكانه، او بقف بعمل كفرنج وراه، يعني هي برضه نوعيه اللعيبه اللي موجوده، ثقافه لعيبه جوه الملعب، انت بص ممكن لعيبه تبص تلاقي 3 4 في حته واحده مش عارفين هم بيعملوا ايه، لا دي برضه نوعيه اللعيبه هي اللي تقول لك العب فين واقف فين واروح ازاي واطلع امتى واقف امتى، دي طبعا يعني خالص اللعيبه، يعني يا استاذ محمد يعني اللعيب نفسه زي ما جمال كده بيقول من غير مدرب، انا مثلا بلعب، يعني انا مثلا كنت بلعب باك ليفت وهاف ليفت، لا مثلا كان بيلعب مثلا كابتن اسامه عرابي كان بيلعب، وعايز اقول لحضرتك حاجه برضو على كابتن اسامه عرابي، ودي كانت حاجه يعني كانت بتاثر في الواحد، يمكن انا في الفتره دي كان بيلعب كابتن اسامه وكان الكابتن ياسر ريان، نعم الاثنين كانوا بيلعبوا، كان بيخش الكابتن اسامه وانا كنت بلعب مكانه، يعني حصلت قدامي الكلام ده للكابتن انور، كان يخش الكابتن انور يقول له اديله فرصه، ودي طبعا من القلائل اللي ممكن تحصل خاصه في الاجيال دلوقتي، دي الشخصيه، دي الشخصيه، الشخصيه وكل لعيب كبير والقياده يا كابتن، ممكن جمال عارف اللعيب الكبير، يعني انت بتلعب في مكانه، انت بتلعب مكانه، وكان اعتقد كان برده كان كابتن اسامه كان سنه كبير، لما يخش هو ولعيب تاني في مكانه يقول له لا ده انت لازم تلعبه او اديله فرصته، فدي يعني من الحاجات اللي احنا لما بقى ابتدينا نكبر ابتدينا الحاجات دي بتاثر فينا، فابتدينا ان احنا نحاول نقلد اللعيبه اللي هي ومش موجوده دلوقتي الصراحه، قليل جدا، قليل قوي لما تلمس دلوقتي بيبقى فيه طبعا صراعات صراحه برضو كابتن اسامه عرابي من النجوم اللي الواحد لما يجي يتفرج عليهم بيحس ان دلوقتي لا في فوارق كتيره جدا، كابتن اسامه عرابي كلاعب كوره لعيب كوره اه طبعا عنده مهاره، عنده مهاره قدم يسرى بتعمل كل حاجه، بعدين برضو كنت يمكن لسه بتكلم معاه قريب بقول له ليه يا كابتن اسامه انت كل لما تيجي ترفع اوفر لو وقعت الكوره تخش جول، من احسن الكور، من احسن الاوفرات اللي هو عملها الجول مثلا بتاع كاس مصر دوت، الكره اللي لعبها الكابتن ايمن شاوي لعبها هو بيقع، وخد بالك يعني دي برضو مش اي حد يلعب الكره اللي هي الكروس باص دي وهو بيقع، بس هو زي ما انت حضرتك قلت يعني كويس انت جبت الحته ديت، بيلعبها وهو بيقع باتقان
ومن السرعه يعني السرعة. ما بيقفش يعني بالجري كده يشوف لا ده وهو هي بالجري كمان بالجري دي بتبقى صعبه جدا صعبه على 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 المساكين عشان ما يبقاش لسه صعبه على المساكين وصعبه على اللي بيعمل كروس كمان بالظبط بالظبط كده. طيب في هذا اللقاء النادي الاهلي صراحه اضاع العديد من الفرص كان النادي الاهلي بيلعب تبانا سوتو صراحه يعني كابتن حسام حسن ضيع فرص وكابتن عبد الجليل ضيع فرص كل في الملعب ضيعوا فرص وكان الراجل الحارس متالق بشكل غير طبيعي يعني اكيد انتوا في الملعب حسيتوا انه الجون ده عايز ايه عشان كده جبناه عشان كده بعديها بعد الماتش دوت على طول راح جه النادي الاهلي على طول يعني بالظبط ونزل بقى طبعا كابتن وليد صلاح الدين من اللعيبه الجميله اللعيبه اللي عندهم مهاره خاصه ويعمل تمريره لكابتن ايمن شوقي اللي برده تمريره سحريه كابتن حسام حسن انفرد وهنا بقى قيمه الكابتن حسام حسن هداف يعني طبعا من الهدافين او واحد من صراحه نموذج يعني عايزين نقول احنا دلوقتي عندنا في مصر مشكله في راس الحربه فاي راس حربه صغير اي راس حربه كبير عايز يتعلم ازاي يبقى راس حربه يدوس على كابتن حسام حسن صراحه يعني في هذه من القلائل الفتره من القلائل فعلا وهو بيحط الفينش ودايما الفرود اللي بيحط الفينش السهل هو ده المهم يعني في فراوده تجيب الصعب وتضيع السهل ودي مش ميزه على فكره اصلا ودي مش ميزه لا لا مش ميزه بيحط السهل طبعا تتعلم منه اكتر طبعا انت شفت ايمن شوقي في ماتش نهائي كاس مصر 2-1 اللي كان بيتكلم عليه محمد عبد الفتاح نعم لو اتفرجت على الماتش ده ايمن شوقي جاب جولين ال 90 دقيقه 90 دقيقه ما لمسش الكورتين دول بالظبط بس تخيل هو ازاي قدر يستغل لكن الفرص. هو حسام ومحمد رمضان طبعا من الفراوده ثلاثه وطارق خليل دول كان هو بينزل المباراه يعمل ايه؟ يقول لك انا هتجي لي واحده بس واحده بس لازم اجيبها جول هو بيلعب على واحده بس هو مش بيقول ان انا النهارده بلعب في النادي الاهلي محمد عبد الفتاح من ناحيه الشمال يعمل له ثلاث اربع فرص لا هو بيلعب على واحده بس امتى بقى هتيجي هي دي لما تيجي لازم جول هي دي اللي مستنيها برده في برده مؤمن زكريا خش في حاجه ثانيه مؤمن زكريا انا كنت بلعب تحت الفراوده وكنت هداف بجيب جول انا جاي في الاتحاد السكندري بتاع حوالي 38 جول ما شاء الله في الست مواسم اللي لعبتهم فاعرف اللي بيعرف يروح يجيب جول ده ميزاته مؤمن زكريا من احسن الناس عشان اكتف على اللي الجول. بيعرف يروح للجول بيعرف يقف فين عشان وهو اللي انا بقول لك عليه برضه بيلعب على الواحده بالظبط اللي هو لما بيجيب بيروح يروح للجول يجيب جول ودي فعلا من برضه انا كنت زعلان جدا لما ما كانش برضه ان هو برضه يبقى قاعد يعني انا مهم جدا ان هو الفرق اللي بيعرف يجيب جول ده طيب. ما يقعدش طيب احنا طبعا الكلام ما بيخلصش معايا اتنين من النجوم الكبار نذهب الى ملعب اللقاء الاهلي وارسنال لسوتو والكابتن ابراهيم الجويني اليك الميكروفون